30 درهم الصاط. الله يسخر بصراحة أنا الصاط ثمن زوين، اللهم يسخر. 70 درهم الواحد كورة مباقي، اللهم بارك الدراري. يا ساد الزوينين اللهم بارك، عرفتي غير شفتهم جيت ليهم نيشان. وصيب لي أمي القفوزة. نعطيهم شوية نزيدوهم لا دوز. زعما كتربي الفرخ في القفز، دابا وليت كتربي القفز بالفرخ. وهاد البيروش رواية، اللهم بارك. مدرسي يا الدراري. الثمن ديال هذا تقريبا 650 درهم الدراري. وهاد الكوبل هادي 650 درهم. وهاد البياسات ديال الكناري اللهم بارك. الثمن اخويا نفس ما حضر خويا، الله اطيب خلق الله، الله يحفظو عليه. ديما جيم ديال اوبارتاج، دونك جوج كوبلات وليد وجوج بيضات والقفص والصنادق 850 درهم. ديديكاس احلى ياسير من دكاله. ديديكاس هذا جيم واش الدراري واش الدريات اسامه تواضع معنا عشير وجاد شافينا عشير واش الصافي صباح شي واش الدراري واش الدريات صباح خير معكم ياسين. نتمنى الصات تكون صبحتي بخير، الامور ديالك مزيان وكل شيء هو هذاك. المهدي الدراري جينا عند المهدي خاصني ندخل لي نجبدو من المانطا واقيلا التخرج الصاد. المهدي هذا مغيب هذا ولا فين؟ دق علي بين ما جا المهدي الصاط نشرحوا لكم بلان. اسامه غنخلي لك الصاط 5 دقائق دوي تشرح لهم اليوم واش غندير. يلا غنمشي للقريعه اقل من 10 ثواني. دونك الدراري اليوم غادي نمشيو للقريعه. شحال هادي الصاط ما مشينا للقريعه، شحال هادي ما بلبلناها. غادي نطلعوا الصاط للقريعه نديروا لكم شي فلوق تشوفوا الصاط الطيور. انا صراحه شحال هادي ما مشيت للقريعه. دونك الصاط غادي نمشيو نشوفوا داك الشيء كيدير. ثاني حاجه غادي نمشيو الصاط نتقداو البوبيز واحد سميتو الكاج. دونك بوبيز بدا كيطير خاصنا الصاط كاج. كيفاش التعطيله خويا؟ ثم يجيش معطلين مرفق ناس شوف عشيري جيت وكنت الفراق الصباح. ويلي اسمع الناس اللي بغات دير فلوس كتفيق مع السبت الصباح عشيري. دونك الصاد دابا غادي نمشيو نفطرو هو الاول، ديك الساعه غادي نمشيو نتحركوا القريعه واخا معطلين الصاد شويه. ها اللي عطلنا والله شو اللي عطل بالله. دراري صباح ناس بالروج ولا عيان؟ الله تعيان راه كنخدموا عشيري الليل ونهار. كاينه خماتي ولا ما كايناش؟ كاينه خدمه كاين الخدمة ماشي شي كي ديار ليها شناهو انت؟ وكاين كل خدمة وعندها خدمتها غنش نقلك. ها هو جاء السيري سي بون الدراري وصلنا للقريعة فاينلي. غادي نحاولوا دابا نقسموا الفلوق ديالنا على جوج ديال العيبات. أول حاجة غادي نمشي وسط القريعة ندخلوا لداخل نوريكم الأثمنة نوريكم العيبات شوفوا جميع الأمور، هذه الأولى. ثاني حاجة الصاط غادي نحاولوا ناخذوا البوبيز اليوم شي قفيز يكون ناضي السيري. دونك مرحبا بك هير وي جو. دونك دابا الصاط غادي نحاولوا ان شاء الله نمشيو ندخلوا لداخل السويقه ونوريكم الصاط اش كاين. مرحبا بكم الدراري، راه فريمون الدنيا عامره 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 اليوم وبزاف. اجي الصاط تشوف لافير كبير. أهلا صاحبي لاباس عليكم الدراري كلشي مزيان هانين؟ اش قلتي؟ احسن ياسر احسن ياسر بلوكس ها هو جاي. الو عند بو ياسين كيف ديما؟ تما انا خويا ياسين من الناس الثلاث هنايا. هنا كاين 200 لاحظ داك عشير 200 250 300 درهم. تما انا خويا هنايا 70 درهم 70 درهم التكساس الدراري والاخر 60 درهم والاخر 60 درهم والكناري الكره 100 درهم ونساوي 90 درهم. اللهم يسر خويا هادو ديال العشير ديالنا اللهم بارك. جوج كره الثمن اخويا الواحد 70 درهم الواحد كره مباقي اللهم بارك الدراري باقيين غير صغار الدراري. وشو تبارك الله الكافاري اللهم بارك. الكياس هادي اللهم بارك ديال العشق اخويا الثمن عشيري 850 درهم 150 درهم تكير هذا الثمن زوين الدراري 150 درهم الدراري. واحد البياسات ديال اكاط طوباز موزايك روز بياسات زوينين اللهم بارك. عرفتي غير شفتهم جيت ليهم نيشان تبارك الله. بياسات زوينين نقيين الثمن اخويا 700 درهم الدراري الكوبل. الناس اللي باغيين يديروا لي الفاج هذه هي الوقيته انك تشري فريخات دابا سورتو لي كوبل حيت غاتوصل الساط واحد الوقيته راه ما غاديش تبقى تلقى لي كوبل. واش الدراري الساط لاقينا مع الناس الواعرين تحيه لولاد ياسر بلوك الله يحفظك حمزه الشاب وصيب لي امي القفوزه نعطيهم شويه نزيدوهم لا دوز زعما كتربي الفرخ في القفز دابا وليت كتربي القفز بالفرخ.
درهم الفلاش يستر لكم الدراري مرحبا ديديكاسه احلى ياسير من دكاله ديديكاسه طاب شي من بوبيز بوبيز مرحبا بكم الدراري الله يبارككم الدراري واحد بيروس روايه اللهم بارك مدريس يا الدراري ثمن 3000 درهم اللهم بارك بارك الله زوين والله يسخر لكم الثمن ديال هذا تقريبا 650 درهم الدراري وهذا الكوب الهادي هذه 650 الدراري هنايا تقريبا من نشتالاش هنايا من 200 درهم 200 درهم البياسه الدراري هذا فالو 200 فالو هذو الرينبو الرينبو 100 درهم 100 درهم هذا اللي الفوق اللهم بارك اجي عندي هنا 80 درهم 80 درهم البياسه الدراري هنا تمام هذا 400 400 درهم الدراري 400 400 300 درهم الو الدراري جينا عند هذا الوليد هذا كيبيع هاد الفريخات هادو الثمن ديال هاد الزوج هادو 8000 ريال اوكي دونك هادو الدراري عند الوليد هادو ب 400 درهم الو الدراري شويه ديال لورونج هاد العصير ديالنا تبارك الله شحال الثمن اخويا 200 درهم البياسه اللهم بارك شي حاجه زوينه هذا الثمن 200 درهم هادو شحال مذكور لا هادو زويجه اوكي دونك هادو زويجه ب 200 درهم البياسه وهذا ذكر 200 درهم البياسه الو الدراري واحد البياسه ديال لي كاناري اللهم بارك الثمن اخويا 250 الدراري 280 250 230 230 230 هنايا تساوي هادو 170 درهم اللي تار انتباه الدراري وقفت هو تبارك الله داكشي كيفاش مأورغانيزي اللهم يستر داكشي زوين الخوص الله يستر موراه هذا قال السيد علاش ديما ظالمو ديما كيتمثلو كاع ما فهمتش لا ها هو ضحك هو دابا هذا باغي العاقه نعطيو الفلوس ها يضحك لينا ها يضحك لينا السي اسامه ديما ما فاقش مزيان ما فهمناش كيفاش علاش لا السبب باش الله اعلم الله اعلم مرحبا سير مرحبا بخويا الله اطيب خلق الله الله يحفظك عليه يا سير ديما جيم ديم او بارطاجي بارطاج دخلوا لهم مرة صحيح شوف الله يحفظك على كيدير كيسحق عليهم الله يحفظك على شيري شكرا الله يحفظك على شيري تحياتي مرحبا خويا العزيز تحياتي خويا الو غدري جينا عند الصديق سيدي مؤمن ياس تحية لوليدات سيدي مؤمن الثمن اخويا هنا تقريبا من 150 درهم حتى 300 من 150 درهم الدراري حتى 300 درهم بان لي واحد المقينين لداخل هذا 100 درهم هذاك المقينين الدراري راه هو لداخل اللهم بارك وكاين الاوبال تما ياك ها الاوبال 300 درهم جوج سكوره واقيلا ياك سكوره 300 درهم الواحد الدراري هاد المقنين داخل البدال الدراري الا بغا يشوف الدراري ناري باك ب 5 درهم الدراري عجبتني هاد اللقطه هادي هذا الوليد وهذا بابا جوجين القراو كيبيعوا كنحييك على هاد العقليه اللي عندك اخويا بالرسوله والله فريمون تعلموا وليداتكم يجيو ويشوفوا الحيوانات يبيعوا يسلوا مع الناس راه ذوقني ترى شويه الله يعاودك انا دابا الدراري غادي نسولهم على الاثمنه خليكم معايا انا الدراري هاد البياسات هادو زوينين اللهم بارك الثمن اخويا 850 بهادو بهادو جوج جويجات بالقفص ديالهم بالصنيديقات وكاين هنا وليد ياك وهنا سكين والو هادي باركة على جوج بيضات دونك جوج كوبلات وليد وجوج بيضات والقفص والصنادق 850 درهم دونك الدراري اللهم اوكي الثمن اخويا 30 درهم زوينه شي الله يسخر اللهم بارك 30 درهم الصاط الله يسخر صراحه انا الصاط ثمن زوين اللهم يسخر عرفنا اخويا بالبياسه ديالك وقول لنا الثمن 300 درهم بجوج كوبلا دو الدراري ذكروا انتوا 300 درهم هادو اللي تحت بالنسبه لهذا سبانجل دوبل فاكتور سبانجل دوبل فاكتور الثمن 100 درهم كير 100 درهم هذا بورتو هادو اللي هنايا بورتور ديالاش اوكي الثمن 70 درهم اللهم بارك الوليدات اللهم بارك مرحبا بكم سميتك انت انا سامي زيد ايمن زيد مولي زيد احلى وانت واش سميتك مرحبا بكم الدراري الله يستر لكم كاينين هاد الشنابر هادو الدراري تبارك الله الثمن اخويا جوج 300 درهم الله يسخر لكم دابا شيري كنديرو بوز احسن ريب في القريعه تقدر تشربوا عشيري هو على السيد هذا مرحبا بك الله يحفظك
دونك راهي زوينه الصاد بلي فروي بالتمر فريمو واعر الصاد جيو عندو قولوا ليه جينا من عند ياسر وسي بون الدراري سالينا من الاشمين اخويا اسامه كي جاك التمر اليوم والله اخويا شوفوا الدراري اقسم لكم بالله شي غير اللي ما بغاش يشرب بالفراخ هاد الوقيته هادي غير شري الفراخ حيت غتوصل الصاد شهر 12 شهر واحد غيبدا موسم التزاوج والانتاج هذا صاحبي علاش ملي دورت لك الكاميرا وقفت ودابا شيري غادي نحاولوا نمشيو نتقداو البوبيز وهاد القفيز كيف ما كتعرفوا بوبيز بدا كيطير خاصنا لي قفيز عشيري مرحبا دراري راه كنقول لكم القريعه قفز ما كاينش الصاد درنا قريعه كامله ما لقينا حتى قفز البوبيز غادي نحاول ندير واحد الخاويه في عامره غنهز الصحه هي بعد من ناسا غادي نحاول نهز واحد الكوب نخشيم في واحد سيباراسيون ونخوي شي قفز البوبيز وهذا هو البلان وسي بون دراري كان هذا هو الفلوق ديال اليوم كان معكم ياسر كان معكم حسام اضحك شويه صح كان معكم بوبيز هذا هو البلان الدراري حيد عليا الصاد كلي نتمنى الصاد يعجبكم فلوق نتمنى تكون ضرب شي دويره شتي الاسمينه تصير بايتي نقول لهم يتابوناو وخلص ما كنديروش الاشهار فافور عشيري نداء للشركات اللي كيصوبوا القفوزه راه فريمون عشيري واش يعني ما تغداوش الصحه والراحه دونك نداء كيف قلت لكم الشركات اللي كيصوبوا القفوزه صاد راه قفوزه ما كاينينش عشيري شي شركه مزيانه ديال القفوزه مغربيه باغا تدخل على هذا المارشي كاين ما يدار الصاد حنا نديرو لك اشهار حرك غير الملك وراك الفراجة وهذا هو البلان الدراري تهلاو ليا فراسكم تهلاو في طويراتكم تهلاو في الحيوانات اللي كتربيو بيس